إسعافات 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 إسعافات. ليه خايف؟ ليه مكسوف؟ اطلبنا وانت تشوف، إسعافنا لكل الناس لطريق الخير موصوف. إسعافات 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 إسعافات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث بالحق رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم إسعافات. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم على الإسعافات الأولية. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد، نتكلم فضيلة الدكتور أحمد الوكيل، فضيلة الدكتور أحمد الوكيل، هنتكلم إن شاء الله النهاردة على الإسعافات الأولية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. يا مرحبا. معلش النهاردة بقى الطريق كان جاي بسرعة وجاي متأخرين. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الإسعافات الأولية. إيه هل إيه الحالات اللي ممكن أي شخص يتدخل فيها إن هو يسعف المريض؟ هل أي حالة ممكن نقدر نسعفها يا دكتور؟ هو طبعا حضرتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. طبعا هو طبعا قبل ما إنسان يتدخل يبقى إيه المطلوب من كل واحد مشاهد بيتابعنا دلوقتي عشان يكون يدعون في أنه يخفف من الحالة إلى أن يصل الطبيب أو يصل بالحالة إلى الطبيب المختص اللي هيبدأ يتابع الحالة بعلمه ويعالجها لغاية ما تبقى بإذن الله. أول حاجة طبعا بنشوفها حضرتك بنعوز حاجتين، بنعوز ثقافة طبية، والثقافة الطبية دي من فضل الله عز وجل يعني الحمد لله في قنوات زي القناة الفاضلة اللي احنا فيها صحيح. كانت من أوائل القنوات اللي ادت خلفية طبية وثقافة طبية عالية جدا. بعض القنوات التانية اللي بنشوفها بفضل الله قناة مصر الطبية، كل البرامج الطبية اللي موجودة في بقية القنوات كلها، دخول الناس بفضل الله على النت في كل حالة وفي حالات كتير جدا، والكلام ده بشوفها وبسعد بيه جدا لما أي مريض يجي لي ويقول لي الله أنا دخلت على النت ويبدأ يقول أي معلومة وصلته، ده كل ده بيدي ثقافة طبية. أول حاجة ثقافة طبية، احنا مش هتعلم، احنا عايزين مبادئ وأساسيات وحاجات بسيطة جدا هتنفعنا جدا في اننا نبدا نتدخل في الحاله. مش هنتدخل تدخل كبير، بنبدا نتدخل تدخل، التدخل ده ممكن يحد من شده الحاله، يساعد ويقطع خطوات وانه يحافظ على حياه المريض. ايه المطلوب يا دكتور؟ ايه المطلوب؟ الحاجات اللي موجوده عايزين تكون موجوده في البيت، عايزين ثقافه طبيه بمتابعه بفضل الله متابعه بعض البرامج والقنوات اللي هتدي خلفيه. تاني حاجه عايزين بعض الادوات البسيطه، يعني زمان كان في كل بيت واللي فاكر بيتنا وبيوت كتير بتقولها يبقى عاملين اجزخانه اجزخانه طبيه وتبقى متلونه باللون الابيض معمول عليها الهلال الاحمر وكانت حجمها بيبقى صغير جدا وكانت الاجزخانه دي في بيتنا وفي بيوت كتير ما كانش كان الحاجات اللي موجوده فيها هي فعلا سبحان الله كانت بتبقى مفيده جدا وبتعاون جدا في اي حاله مرضيه بشكل كبير جدا. دلوقتي افاجئ ان كل واحد بيقول لي عندي اجزخانه، عندي صيدليه، عنده صيدليه عنده 100 كيس دواء وكل هذه الادويه لا طائل منها، ما يقدرش يتدخل ولا يعطي اي دواء الا باستشاره الطبيب، الا بامر الطبيب، وما يقدرش يميز الادويه من بعضها، لكن احنا بنقول احنا عايزين اجزخانه عاديه في من هنا يا دكتور نسال. نعم. نسال من هنا من الكلام من خلال كلام حضرتك، ايه هي الادويه اللي يجب توفرها في البيت لحصول اي حادث طارئ؟ احنا بنقول ادوات قبل ادويه حضرتك. ادوات ادويه، ما بحبش واحد هيقدر اي واحد ولا رب بيت انها تبدا تتدخل في بعض الادويه البسيطه جدا اللي هنقولها اللي تبقى موجوده عندنا اللي ممكن نديها ابتداء لغايه ما نبدا نصل الى الطبيب او يصل الينا الطبيب. انما احنا عايزين الاجزخانه دي الصغيره اللي موجود، عايزين يبقى فيها شاش وقطن. يفاجئ ان بيت ما فيش فيه رباط شاش، بيت ما فيش فيه قطعه قطن كتير سبحان الله. كنت دايما اما اخد حاجه مثلا الشنطه الطبيب لها سبحان الله ساعات مثلا
الاقي القطن اللي في الشنطه خلص، اطلب حته قطن ما الاقيش قطعه قطن، ما الاقيش قطعه قطن. عايزين دايما رباط، دايما رباط ضاغط، في اربطه ضاغطه كده موجوده بتنفع. عايزين حاجه مطهره زي سافلون بتدين، شوف كلها حاجات بسيطه جدا. عايزين رباط، عايزين اي بقى سرنجات، يبقى في سرنجه، يبقى فيه، ويبقى فيه، عايزين من كل بيت حد يبقى بيتعلم يدي حقن. دي الادوات، دي الادوات الاساسيه اللي بنشوفها. احنا بنقول عايزين ثقافه بسيطه جدا طبيه، نحاول نتعلمها، نسال نعمل ايه، زي الحاجات اللي احنا هنقولها في الحلقه دي او الحلقات اللي بعد كده ان شاء الله، اللي هتفيدنا جامد جدا، وحاجات بسيطه. احنا لا عايزين حد يكشف ولا يشخص ولا انه، لا عايزين حد يمد ايده عشان يحد من حده الحاله ويقلل من مخاطرها، وبفضل الله عز وجل بدل ما توصل في مرحله متاخره للطبيب توصل في مرحله بفضل الله متماسكه، يبقى سهل التدخل. يبقى من كلام حضرتك يا دكتور، علشان نساعد على هذه الاسعافات الطارئه لازم يتوفر لدينا ثقافه طبيه، ودي شيء في عصرنا لابد ان يتوفر. اثنين، لابد ان هناك ادوات معينه اساسيه في البيت زي الشاش والقطن المطهرات وما الى ذلك، سرنجات. طيب هل كل الحاجات تسعف ولا هناك انواع للاسعافات طبعا، او تشخيص معين للاسعافات اللي احنا ممكن نقدر نساعد الدكتور ان احنا نلحق الحاله قبل ما يشتد الالم على المريض؟ طبعا بنبدا نقول ان سبحان الله رب العالمين عددنا كل الحاجات. طب ايه الادويه حضرتك؟ ما بنعودش لحاجات معينه، اللي عايزين مخفض حراره يبقى موجود في البيت، يبقى حاجه تكون مناسبه للاطفال، حاجه مناسبه للكبار. غير كده في ما بنقولش ان في كل واحد يجي يقول لي كل اللي قلناه ده ما فيش حاجه موجوده منه في البيت، وكله يجي يقول لي عندي دولاب دواء. طب ودولاب الدواء، ويقول لي عندي كذا شنطه مليانه دواء، كل دي ما بيفيدناش مطلقا. طب حضرتك زي ما بتقول هتفيدنا في ايه؟ عندنا دايما الحالات الطارئه نوعين، في حالات مرضيه وفي حالات حوادث. حالات المرضيه اللي بنقولها زي مثلا واحد يسخن جامد جدا، كبير او صغير او طفل، دي الحالات المرضيه. واحد نبص نلاقيه بينزف من الانف جامد بشكل رهيب، طفل بدا يجيله اسهال وقيء، طفل بدا يجيله ضيق نفس، بدا يجيله ازمه تنفسيه، طفل او كبير بدا يجيله تشنجات. دي بعض الحالات المرضيه. الحالات دي في حالات بقى طبعا بتبقى حوادث. واحد وقع اتعور وبدا ينزف، حصل عنده جرح موجود. في واحد حصل عنده كسر، شفنا شكينا في كسر جامد جدا، او بدا واضح من ان الزاويه بتاعه الايد او الرجل بدات تختلف في عينينا ما نبص ليها، واحد ايده بدات تاخد اتجاه تاني، عرفنا ان ده مكسور، هنعمل له ايه؟ الحوادث اللي بتحصل بقى ان طفل او كبير يبدا يبلع جسم غريب، وبنشوفها وبيجي لنا حالات كتير. جسم غريب بقى، عايزين نوضح معنى جسم غريب. جسم غريب اي الجسم الغريب اللي هي الحاجات الغير طبيعيه، في اكل احنا بنبلعه وفي شرب، واحد يبلع دبوس، يبلع مسمار، يبلع حجر من احجار الكلام ده، الحاجات اللي الطفل ممكن يحطها في بقه، يبلع الانسان يبلع اي قطعه حديده، اي حاجه موجوده قدامه يبلعها، سواء طفل بيحطها في بقه عن قصد بعدم علم عشان بفطره، او حد كبير، وبتحصل مع ناس كبار كتير جدا دكتور، ومع بنات كتير جدا. ودي سبحان الله. طيب عايزين نرجع بس للنوع الاولاني، ايه طرق المعالجه او الادوات اللي يجب توفرها في الانواع في الاسعافات المرضيه؟ الحالات المرضيه، الحالات المرضيه. عايزين بقى نبدا نشوف ونركز مع الحالات. اول حاجه بنشوفها واول حاجه بتقلقنا وبتقلق الاباء والامهات ان طفل او حد كبير يسخن، والسخونيه كل ما تعلى طبعا ده خطر جامد. واحنا عايزين ندي بعض المعدلات اللي الناس كلها عايزه تبقى، عايزين المعدل الطبيعي للي سبحان الله رب العالمين لجسم الطفل. وعايزين ما ننساش في الاجزخانه ان يبقى في ترمومتر موجود في الاجزخانه المنزليه، في ترمومتر زئبقي، وفي الوقت ترمومتر اللي هو الديجيتال عشان سهل وبنبص فيه بسهوله جدا علشان نقيس درجه حراره الطفل. بالظبط، ده مهم جدا ما ننساهاش ان يبقى فيه ترمومتر نعرف نستعمله. اللي بيقدر يشوف الترمومتر الزئبقي، وفي ناس كتير ما بتعرفش تميزه، لا في ديجيتال بيتحط دايما، وبعدين بيدينا اول ما يدي صوت بنلاقي درجه الحراره موجوده، وهنقول ازاي نقيسها ونقيسها صح.
طيب عايزين نعرف المعدلات، المعدلات الطبيعيه درجة الحرارة من 36.5 لغايه 37.6 شرط. تمام. ده المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة بتاعت جسم الانسان. طب المعدلات دي ممكن تزيد لغايه 4 و5 شرط في حاجات وتبقى زياده طبيعيه. اللي صاحي من النوم، ممكن الطفل يبقى صاحي او الكبير اللي مستغطي، ممكن لو اسنانه لقيه زي 3-4 شرط، مجرد ما يقوم ويتحرك هيرجع لطبيعته. في نص النهار لما يكون الجو كده حار ممكن يزيد، ولكن مش هيوصل ابدا لغايه 38، ولا الحراره بتاعته هتثبت على كده. لو في ثبات، لا يبقى في باثولوجي، يبقى في اكتيفيتي، يبقى في نشاط داخلي، يبقى في حاله مرضيه موجوده. دكتور في سؤال، احيانا من شده الحراره وفي الجو اللي احنا فيه الانسان ممكن ينزل نظيف. ايه هل مثلا يعني دايما كنا بنرجع دماغنا لورا كده مثلا وبنقول ان ديت طريقه من طرق المعالجه؟ أيوة فعلا الطريقه صحيحه فعلا لنزيف الانف، ونقوله بفضل الله من الحالات، ولكن احنا عايزين نكمل الارتفاع في الحراره في درجه. احنا قلنا المعدلات الطبيعيه، في المعدلات ممكن تزيد. انا جبت طيب السؤال ده يا دكتور عشان احيانا يكون النزيف ناتج عن ارتفاع درجه الحراره، يعني الى حد ما ما بنشوفش ان هو سبب اساسي، ولكن في اسباب تانية بتبقى اقوى واشد اللي ممكن تعمل لنا نزيف. وهنقوله طيب برضه في نزيف الانف ازاي نتعامل معاه، لان الناس بتتعامل معاه بطريقه خاطئه جدا. نعم. عايزين ناخد ده، بناخد دلوقتي اللي بنشوف الطفل قدامنا وشاكين في في في, في انه عنده فيفر يعني سخن، نبدا نقيس له. القياس دايما عندنا في ثلاث اماكن بنقيس منها، الفم، وده القياس المباشر اللي بناخد بيه على طول. قبل ما نكمل كلامنا دكتور بس ونقول الكلام، في اتصال تليفوني، محمد من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله. محمد وبركاته. اهلا وسهلا حضرتك، اتفضل. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل. اتفضل يا دكتور. معلش، ابني عنده سنتين. ايوه. هو ما من النوم قاعد يكح كده، فهو انا عندي دواء كحه في الثلاجه، اديله ولا استنى لما اكشف عليه الاول؟ حضرتك عندنا طبعا ادويه الكحه ادويه كتير جدا ونوعيات، في نوعيات بتنفع للكبار وفي نوعيات ما تنفعش للصغار. هو الدواء بتاعه هو، يعني هو بتاعه هو يعني خده قبل كده وكان مكتوب له من طبيب. فهو قام النوم قاعد يكح، اديله الدواء دوت ولا لحد ما استنى تشخيص؟ مشكله ما دام هو الدواء ده نوع من انواع الادويه المكتوبه له هو لنفس الطفل، ممكن تبدا تديه حسب حده الكحه. يعني طبعا حضرتك مهم قوي نشوف نوعيه الكحه، في كحه بتبقى جافه، في كحه بتبقى معاها افرازات، فانت الدواء اللي عندك ده بتديه ودايما، وطبعا معدل الدواء احنا بنحدده حسب الشده بتاعه الكحه، نسال دايما كانت الكحه مستمره طول النهار ولا بتعمل نوبات طويله، هل الطفل بيكح لغايه ما يحصل له قيء ولا لا. فانت طبعا ممكن تديله ان شاء الله كحاجه يعني بفضل الله، ما دام الدواء ده بتاعه وينفع للاطفال لغايه ما بفضل الله توصل لغايه الطبيب عشان يقول لك ان الدواء ده اللي هتكمل بيه او هيغير لك. لكن هو معلش يا دكتور، ممكن يطلع حاجه ثانيه تضره ولا حاجه؟ لا، هو لو دواء للطفل، بس الفرق بس ان في بعض الادويه دايما تكون مش متناسبه مع نوع الكحه ممكن تزود الكحه. حتى انت حضرتك وناس كتير من الاباء والامهات بييجوا يقولوا كده، انا اديت له الدواء ده زود الكحه، صح؟ ان الدواء ده من نوعيته مش مناسب لنوعيه الكحه اللي الطفل بياخدها. في سبحان الله، عشان بقول لك في ادويه لكحه جافه، في ادويه لكحه فيها افرازات، في كحه تشنجيه بتبقى شديده جدا، في كحه بتبقى كلها نتيجه الاحتقانات اللي موجوده في الجزء العلوي بتبقى بعيد عن الصدر تماما. كل واحده من دولت لها نوعيات علاج بنديها، فانت حضرتك لو ان بفضل الله هتلجا للطبيب هيبقى افضل. لو كحه شديده جدا بتدي برضه معلقه من الدواء اللي عندك كحاجة مساعدة، وإن شاء الله تقلل الحالة لغاية ما تشوف الدكتور هيقول لحضرتك إيه. شكرا دكتور. شكرا محمد. كان معانا من الجيزة. شكرا محمد. ونرجع تاني للدكتور أحمد. بنتكلم بنقيس ازاي على ازاي نقيس الحالة. طبعا بنقيس في ثلاث أماكن بنقيس منها، الفم بنحطه تحت اللسان، ومعدل الترمومتر بنسيبه 3 دقائق، وبنشوف اللي بنحطها تحت اللسان وبنقفل عليها الفم دي اللي بناخدها، ودي بتبقى الدرجة المباشرة الحقيقية لجسم لحرارة جسم الإنسان. طيب في تحت الإبط تحت الباط بنحطها وبنحكم عليها جامد جدا وبنسيبها، دي بنزود عليها نص، يعني لو لقيناها 38
في الترمومتر مدي 38 نزود عليه نص يبقى 38.5 معدل درجه الحراره نزود نص. في من الشرج، الشرج برضه بننقص نص اما نقيس من الشرج. في ترمومتر شرجي حتى تلاقيه موجود، وبنطلب نطلب ترمومتر شرجي بنحطه دايما بنلاقي فيه. لو لقينا مثلا الدرجه 38 يبقى ننقصها نص، لا دي 37.5 من الشرج، يبقى دي الاماكن اللي بنقيس منها. طيب في معدلات اول ما نلاقي الحراره بدات تبقى فوق 37.6 شهر نعرف ان الحاله دي حراره مش طبيعيه وحراره مرضيه، خصوصا لما تستمر وتبدا متواصله، ونقيسها بعد ساعتين نلاقيها، وبعد اربعه نلاقيها، ونلاقيها او بتزيد او بتاخد معدلات عاليه. اللي عايزين دايما ننبه الاباء والامهات، هما طبعا ده بيبقى مونيتور عندهم، ان حتى لما يجي لنا العيان ونديله دواء يقول لك الولد لسه سخن. عايزين نعرف الولد بيبقى جاي مثلا وعنده حرارته 39.5، في درجات عاليه جدا بنقلق منها، عشان مهم جدا انها ما توصلش، انها لو وصلت 40 وفوق ال 40 ممكن تبدا تاثر على المخ وعلى المننجيس، كل الحاجات اللي في المخ، ممكن تحصل مشاكل في بعض مراكز المخ مع الاسف. عشان كده مهم قوي احنا بنقول اهوت ان من الحاجات اللي بتساعدنا اللي بنطلبها اننا نبدا ننزل درجه الحراره. نبدا ننزلها، ودي اول حاجه اسعاف هتعمله الام. الام هتبدا تديه. في طبعا احنا بنقول عايزين من الحاجات الموجوده في الاجزخانه بتاعتنا مخفض. المخفض ده ممكن يبقى شرب، ممكن يكون تابلت اقراص، ممكن يكون لبوس، حسب قابليه الطفل وحسب الطفل ما بيبدا. في طفل ما بتيجي تديله للادوات او الادويه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، يعني ممكن اي حد يديها ولا لازم ترجع لاستشارة طبيبة؟ احنا بنقول مخفض. المخفض ده يبقى موجود عندنا في البيت. نوضح برضك للسادة المشاهدين ايه نوعية المخفض ده. المخفض حضرتك بنقول ان ده مثلا في نوعيات كتيرة من اللي بتخفض الحرارة. زي ايه؟ في زي مثلا مكونات الباراسيتامول كلها بل حضرتك. تمام. في حاجة اسمها الديكلوفينات. تمام. في حاجة البروفين، حاجات مجموعة الإيبوبروفين، دي مجموعات. وفي مجموعات بتنفع للأطفال عند كل سن، كل سن عند الأطفال بنبدأ نديله نوعية من هذه النوعيات. في حاجات تبدأ نديها من زيرو داي، من أول، زي كل الباراسيتامولز، ودايما بندي بمعدل دايما بيبقى متناسب مع وزن الطفل. وزن الطفل ما نديش كتير، يعني الطفل الاول الصغير في اول 6 شهور بنحاول ندي او بندي باراسيتامول، بندي نقطه لكل كيلو وزن الطفل، والمعدل نديه من كل من 4 لـ6 ساعات بنبدا نديه. في نوعيات بعد 6 شهور نبدا ندي حاجات الايبيبروفين المجموعه ديت. في مجموعه تنفعش للكبار، الديكلوفينات والحاجات دي النوعيات. عايزين حاجات للاطفال، حاجات للكبار. عايزين نوعيات، حاجات منها تبقى شرب، حاجات لبوس، حاجات اقراص، حسب عمر الانسان اللي هيسخن في البيت، سواء ادلت كبير، طفل بيبلع، او طفل صغير، او طفل لسه مولود في اول سنه او ثاني سنه من عمره. ده اللي هنبدا نديه. طيب جنب الأدوية، ساعات الطفل ما يتقبلش أدوية، اللي عايزين نعمله بإيدينا إيه؟ نبدأ نهوي حوالين الطفل، نخفف هدومه، نبدأ نعمل له كمادات. الكمادات بتبقى على دايما على الجبهة وعلى الأطراف، الإيدين والرجلين، ودايما الكمادات مش لازم مية من التلاجة، لأ، مية الحنفية العادية، ولكن نغيرها كل من 5 لـ10 دقايق الكمادة. تمام. بنهوي الجو حوالين الطفل تماما، أو الكبير بيهوي حواليه، وبنبدا نعمل له كمادات. عايزين نحاول ننزل بدرجه الحراره للدرجات الامنه، لغايه ما تنزل لغايه 8.5 بفضل الله بنعتبرها درجه امنه، فنحاول ننزلها. دي الحاجات اللي بنطلبها من الناس قبل الادويه. الحاجات اللي بنعملها لما نلاقي الطفل بنقيس له، نعرف نقيس، لازم نتعلم نقيس ونشوفها كام بالظبط، سواء من الفم او تحت الابط او من الشرج. هنرجع من الثقافه الطبيه، دي الثقافات اللي احنا عايزين ناخدها ونتعلمها مع بعض. نقيس، عرفنا نبدا ننزلها ازاي. الحاجات الطبيعيه اللي عندنا نعمل كمادات، نهوي، نخفف، ممكن نحمي الطفل او الكبير يدخل يستحمى، وكل ما تكون شده الحراره ممكن نعمل كمادات، لغايه ما نعمل كمادات ثلج. وكل ده بنستعملها بفضل الله بتنزل معانا لدرجات امنه على ما نصل الى الطبيب او يصل الينا الطبيب. علشان بس ما ناخدش الوقت كله في حاله ارتفاع درجه الحراره، عندنا تاني برضك النزيف اللي بيحصل من الانف.
ده خطير جدا ومنتشر جدا وبيحصل كتير للكبار والصغار، وخاصه زي ما قلت لحضرتك في الجو الحر اللي احنا فيه. ايوه ممكن نتكلم بقى نزيف الانف بيحصل دايما بنشوفه. طبعا في منطقه حاجه اسمها الليتل اريا، الليتل اريا دي منطقه صغيره جدا ومساحتها قليله جدا، بيلتقي فيها ثلاث شرايين وموجوده دايما في الناحيه بتاعه الحجز الانفي الداخلي، واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي، منطقه صغيره جدا. ولكن المنطقه دي لما بيحصل فيها نزيف ممكن يبقى النزيف اشد مما نتخيل. الطفل ممكن يبقى نايم وينزف، يقوم يعصر الملايات من تحته، وسبحان الله المنطقه دي منطقه ممكن يحصل فيها ضعف نتيجه التهابات موجوده في الاغشيه المخاطيه. التهابات ديت زي ما في نوعيات من التهابات اللي هي بتكون قشره، يبقى موجود اللي هي القشره ده، والطفل مثلا او الكبير يحاول يشيله، يضعف المنطقه كل شويه يشيله. في حالات زي دايما الناس اللي عندهم سيوله في الدم، في حالات ارتفاعات ضغط الدم ممكن تضغط على المنطقه ديت. في ناس متعوده تلعب في مناخيرها كتير وتحك كتير قوي فيها لدرجه انها تضعف المنطقه وتجرح يعني المنطقه دي. عايزين بس نوجه للساده المشاهدين في النقطه دي بالخاصه، يعني ان كثره يعني دخول الصباع في الانف من الاخطاء اللي حضرتك اشرت ليها دكتور. فعلا نعم، في ناس مع الاسف ان هم اللي يتسببوا في ضعف المنطقه ويعملوا نزيف، ويبدا شده النزيف تزيد كل ما يزداد الضعف. طيب لقينا فوجئنا ان حد بينزف، هنعمل ايه مع النزيف؟ طبعا تفاعل الناس كان اخطاء كبيره جدا. كل واحد مثلا عمال ينشف ويرمي، كل ما ينشف هيلاقي الدم هيجي. في واحد يروح تحت الحنفيه ويقعد يستنشق من الميه، النزيف لا ينتهي. في ناس ترفع دماغها فوق، ودي من الحاجات السيئة جدا اللي بتحصل. انا سمعتها مرة ان دي من الحاجات السيئة، عشان كده في بداية الحلقة حبيت اشير ليها، لان كتير جدا بيعمل الموضوع ده ان لما يحصل له نزيف بيضطر ان هو يقضع لورا وللخلف. طب الخلف بقى حضرتك النزيف مستمر لا ينقطع، كل ما في الامر النزيف بدل ما بينزل قدامنا بدأ ينزل في المنطقة الخلفية، والناس بتصعق وبيحصل لها صدمة رهيبة لما تفاجأ ان اللي بينزف بدأ يتخيأ دم. دم ده شيء مفزع الى ابعد حد بالنسبة لنا وبالنسبة لاي حد. طب كل اللي حصل ان الدم بدل ما سبته ينزل قدامك رفعت دماغك بدأ ينزل في المنطقة الخلفية الانفية، وبدأ المريض يبلعه او الانسان الدم على المعدة واول ما يوصل كمية الدم من 70 ل 90 سنتي هيبدأ الانسان يتقيأ دم في الحال، اول ما الحجم يوصل كده في المعدة وسهل قوي. يبقى الناس ترفع دماغها فوق، يقول لك ارفع دماغك فوق، يرفع دماغه فوق ويبدا يبلع الدم ده، الدم ده يتكون في المعده يبدا يتقيأ في لحظه، يبص لإيه بيتقيأ دم في الحال. طب لو وصل بس 70 ممكن يبدا يتقيأ. طب كون ان هو يكتم يا دكتور الدم عند العظمتين بتوع الانف هنا غلط برضه؟ لا مش غلط. لا احنا نقول بقى هيعمل ايه؟ نعمل ايه؟ كل اللي يتعمل اننا الوضع الصحي ان بيحط دقنه على صدره كده. ده الوضع صح. بنيجي في الناحية اللي بتنزف سواء ناحية أو اتنين، لو ناحية بنيجي بقطعة شاش أو قطعة قطن بنحطها ونضغط عليها أطول مدة ممكنة وناخد النفس، لو من ناحية واحدة بنتنفس من الناحية التانية. طب لو الناحيتين بنحط قطعة شاش أو قطعة قطن. طبعا لو عندنا نقط أنف، نقط الأنف دي قابضة، ممكن الشاشة دي أو القطن نحط عليها نبللها بنقط الأنف. أي نقط أنف. في بعض الأمبولات زي الإبينيفرين دي من الحاجات القوية جدا، لو إنها متوفرة وموجودة بنكسر الأمبول نحطها على قطعة الشاش ونحطها. اسمها إيه يا دكتور؟ إبينيفرين. 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 وبنبدأ نحطها، أو أي نقط أنف بنحط في الناحية ونبدأ نضغط عليها في الوضع ده أطول مدة ممكنة، وما نشيلش حتى لو كل الـ دايما القطعة دي كلها اتشربت بالدم، مش كل شوية نغيرها، لا نغيرها يعني النزيف هيفضل مستمر. وكل ده في الامر اننا بنشبع القطنه وبنجيب واحده عشان تتملي مكانها. طب يا دكتور نضغط اطول مده ممكنه كده، بندي فرصه ان الجلطه تحدث، يحصل تجلط وجلطه تقفل المنطقه. بل حضرتك بعد كده بفضل الله عز وجل بنبدا نشوفها، هتبص تلاقي الدم قل جدا
وقف تماما، بس لازم على طول نحدد السبب. اللي هيحدد سبب الدكتور. بس انا دكتور في نقاط وفي عجاله نشوف طريقه معالجه النزيف علشان نلحق ندخل على التشنجات، وده امر مهم جدا برضك، وطريقه معالجته، لان الوقت خلاص يعني بيزف. طيب الوقت احنا بنوقف اللي مطلوب من الناس ان الام او الكبير او الصغير ان النزيف ده يتوقف او نحده الى ابعد حد، لان ممكن المنطقه دي تجيب كميه دم غير طبيعيه وغير متصوره، كميه كبيره جدا. بنبدا بنعمل كده، بنحط الدقن كده، بنقفل الناحيه ديت، بنحط حته قطن او شاش لو حطينا عليها اي نقط انف او امبول زي الابينفرين بفضل الله نعمل. عايزين بعد كده على طول نحدد السبب. هل هو ضعف في الليتل اريا؟ بنطلب بعض التحاليل ساعتها على طول. لو كان حد كبير ونتيجه ارتفاع في ضغط الدم، فكره الوقوف بيبقى صعب جدا. طبعا الموضوع ده عند الدكتور بقى على طول، عند الدكتور. ولازم النزيف الذي لا يتوقف في العيان يتم نقله المستشفى فورا. لان ده لو ان ده سبب مثلا ارتفاع شديد في ضغط الدم، هيبقى النزيف في غايه الحده والشده، والانسان هيفقد كميه كبيره جدا. طبعا لو في ضعف في المنطقه ديت، بنبدا ندي حاجات تقويها. طبعا اللي هيكتشف موضوع الضعف او غيره الدكتور. فاحنا بنتكلم بس يا دكتور على الحاجات اللي احنا نلحقها قبل ما هو ده اللي هنعمله لحضرتك. طب تمام، يبقى ندخل بقى على التشنجات، وده بيحصل كتير جدا، واحنا بنشوف كتير جدا في الشارع، في المدرسه، وخاصه دلوقتي في المدارس، طلبه كتير جدا جدا، وانا شفت الحالات دي قدامي في المدارس، بيحصل موضوع التشنجات دي وفي الشارع في اي مكان. ازاي نلحق عندنا دايما التشنجات عنده المرض؟ في تشنجات بتبقى تشنجات حراريه نتيجه لارتفاع في درجه الحراره، وعلى فكره اللي بيحصل له ده مش لازم الحراره تبقى عاليه جدا. في ناس مجرد السخونيه والدرجه وهي بترتفع وتبدا تعدي 8.5 وتعلى يحصل له تشنج. والتشنجات الحراريه اللي سببها ده بتبقى امن الانواع بفضل الله اكتر حاجه سيف، واكتر حاجه ملهاش خطوره ولا لها دايما بعد كده دايما نتائج سيئه. الاماكن اللي نمسك فيها المريض ايه نمسكه ازاي؟ بيقول الانواع، سبحان الله، يبقى طفل ودايما بنحاول ام اول ما تيجي مره ونقول لها التشنج ده نتيجه ارتفاع درجه الحراره، نبدا نقول لها ان الطفل يبقى واخدين بالنا منه جدا سواء الكبير او الصغير. اول ما يبدا يسخن بسرعه جدا نبدا نخفض الحراره بتاعته عشان ما يتشنجش، وعشان التشنج ما يبقاش شديد ويطول معاه ويعمل لنا مشكله. يبقى عندك عرفتي الحاجات اللي هتنزلي بيها، الادويه اللي بياخدها تبقى متواجده عندك، كل انواع الادويه، لان الطفل لو زاد تشنجه مش هيقدر ياخد حاجه عن طريق الفم، يبقى هنديله البوس عن طريق الشرج، ممكن حاجه عن طريق الحقن. تشنجات نديله البوس؟ نديله البوس لان الطفل متشنج مش هيبلع. انواع أو الكبير. انواع ايه اللبوس اسمه؟ نفس الانواع بس في هيئه لبوس، نفس تركيبات الباراسيتامول والابيبروفين والديكليفوناك التشنج برضك لحاله التشنج دي حضرتك مخفض مش لحاله التشنج. طب انا بتكلم عن التشنج يا دكتور، نلحقه ازاي؟ نهديه ازاي حضرتك؟ اول حاجه لو ان التشنج ده نتيجه الحراره بننزلها، نعمل له كمادات ثلج ننزلها، ده اللي بننزلها عشان ده اللي اول عامل، ده العامل الاساسي في التشنج، هينزل الطفل هيفوق. طبعا الطفل لازم نحطه في سيمي سيتنج او الكبير، لازم ما نسيبوش نايم عشان ما يبقاش في ضغط على القلب، عايزين دايما التنفس بتاعه يبقى محطوط في زاويه 45 درجه. ايوه دي اللي انا اقصدها بقى. ازاي اصلا نهديه؟ دايما نحطه كده، ده الوضع المثالي عشان ما يبقاش نايم كده، يبقى في ضغط يزود لنا اللي سبحان الله يزود لنا حاجات ويطول حاله التشنج، ويمكن اللي المتشنج ده يحصل له حاله اختناق من الوضع الخاطئ. طيب بنبدا نخلي الجو حواليه هاوي، بنبدا نشوف. طيب. سبحان الله. طبعا لو ان ده تشنج مش متشخص، لو انه متشخص هيبقى له ادويه موجوده. للاسف يا دكتور وقتنا خلص، احنا النهارده اتكلمنا اعزائي المشاهدين، اتكلمنا النهارده عن الحالات المرضيه، في اسعافات زي ما الدكتور اشار ان في انواع حالات مرضيه وحالات بتحصل في طارئه في الطريق. اتكلمنا النهارده عن الحالات المرضيه اللي احنا ممكن نقدر نسعفها ونساعد بها المريض قبل ما الدكتور يوصل له او قبل ما هو يوصل للطبيب. في حلقة جديدة بمشيئة الله تبارك وتعالى من برنامج إسعافات نلتقي
في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسعافات 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 إسعافات. ليه خايف ليه مكسوف؟ اطلبنا وانت تشوف، إسعافنا لكل الناس لطريق